هقطعك، لا لا هنروح سريعا لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كريم فؤاد. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه في البدايه عايز ابارك واحيي الحقيقه كريم فؤاد، نقول له الحمد لله على السلامه، يعني صبر كتير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت، الاصابه وكل الامور دي. كريم ببارك لك الاول على عودتك، كل جمهور النادي الاهلي منتظرك الحقيقه، ومنتظر كمان اكرم توفيق وكل الحقيقه اللي مصابين، لكن انت كمان على المستوى الشخصي كلنا كنا منتظرينك. كرم ربنا النهارده كمان بتشارك في دقائق قليله وبتجيب هدف، كرم كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. حابب تقول النهارده على الفوز الكبير جدا على النادي المصري؟ الحمد لله على كل حاجه. الواحد من كتر ما هو مبسوط او الاحساس اللي هو حاسه، انا مش قادر اوصف اي حاجه بصراحه. احساس ان انت كنت بعيد جدا بقالك فتره طويله وما بتشاركش وبعيد عن الملعب، احساس انك بترجع تاني واول مشاركه ليك، واول ما بتنزل بتجيب جون، يعني كرم كبير من عند ربنا وعوض كبير من ربنا على الفتره اللي انت تعبتها وعلى كل الشغل اللي انت اشتغلته. بصراحه انا مش لاقي كلام اقوله يوصف اللي انا حاسه بصراحه. انا يعني مبسوط جدا اني رجعت، ومبسوط جدا ان انا بشارك تاني، والحمد لله الحمد لله. فرحة كبيرة جدا، لأن البداية مهمة يا كريم، إن أنت تكسب فريق المصري بنتيجة 4-0 دي نتيجة كبيرة جدا. كمان عايز أتكلم عليك، إزاي قدرت ترجع نفسك، لعيبتنا كمان والخبرات إزاي قدرت إن هي ترجع كريم، لأن كريم قيمة كبيرة جدا في النادي الأهلي. طبعا فوز كبير ومهم في بداية الدوري، محتاجين إن احنا نحافظ على تركيزنا كل الماتشات من قبل ما الدوري ما يبدأ، وإحنا مركزين من بعد ماتش السوبر وخلاص صفحة واتقفلت ودخلنا في الدوري ومركزين في الدوري، وكل حاجة أو كل ماتش ليه تركيزه الخاص بيه بغض النظر عن اللي فات وعن اللي جاي. طبعا اللعيبة كان لها دور في إن كريم يرجع بسرعة أو كريم يكون مركز. اللعيبة أول ما نزلت إن اللعيبة كلها مستنياني وعايزة تبصيلي عشان خاطر محتاجين يرجعوا لي ثقتي في نفسي تاني. الكلام اللعيبة، وأول ما دخلت السكور اللعيبة كلها الحمد لله على السلامة، ناس بترحب بيا. فالحمد لله، يعني الحمد لله. انا يعني شعور بصراحه انا مش عارف اوصفه، وبشكر كل الناس اللي كانت واقفه جنبي، وبشكر لعيبه زمايلي بصراحه، يعني كان دورهم كبير جدا الحمد لله. لقطه كارلوس، يعني الراجل فرحان جدا، الراجل بقاله فتره قليله معانا والراجل حياك وفرحان جدا ليك يا كريم، دي حاجات كبيره جدا وعلى ما اعتقد بتفرق معاك بشكل كبير. يمكن من اول ما انا بدات انزل الملعب واحنا في النمسا اشتغلت مع كارلوس بشكل تخصصي شويه، او بنزل جزء من التمرين واخرج اشتغل معاه بقيه التمرين، فكان التمرين دايما حماسي والشغل كان كويس وكنا بنتطور فيه يوم عن يوم، وهو كان مبسوط مني جدا في التمرين وشايف ان انا متحمس ان انا ارجع، وشايف ان انا عندي دوافع وعندي حماس ان انا ارجع. عشان كده هو حياني تحيه خاصه لما رجعت، عشان هو كان شايف ده في التمرين، كان شايف قد ايه انا عايز ارجع وقد ايه عايز اكون يعني ارجع لفورمتي تاني، فعشان كده هو حياني التحيه دي. وانا بشكره جدا على الفتره القصيره اللي اشتغلت معاه فيها، بس كانت فعلا مهمه جدا يعني الحمد لله. مش هطول عليك، لكن موسم صعب وشاق، محتاج كل الجهد وكل التركيز والرغبه المتجدده والدوافع. شايف الموسم ازاي؟ وبنقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ لان احنا نحافظ على الموسم ده صعب، عايز مجهود كبير وعايز شغل كبير جدا. هو صعب انك توصل يعني سهل انك توصل تحقق حاجه او كده، بس صعب انك تحافظ عليها دايما، فده اللي احنا عايزين نعمله السنه دي. عايزين نحافظ على كل البطولات اللي خدناها، عايزين نكررها من تاني، عايزين نحقق حاجات احسن من السنه اللي فاتت. يمكن انا كمان عندي دوافع شخصيه ان انا لازم، يعني عايز البطولات دي، لان انا ما دقتش طعمها في الملعب، فعايز اخدها تاني. يعني نفسي ان انا احقق افريقيا تاني واحقق الدوري تاني وانا موجود في الملعب، فدي دوافع انا الشخصيه، ودي دوافع الفرقه كلها ان هي تفضل محافظه على الالقاب بتاعتنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي ونحقق كل حاجه تاني باذن الله. الله يبارك فيك حبيبي، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير الحقيقه لكريم فؤاد، كلام مهم جدا بالتاكيد، ويمكن الحقيقه كلنا فرحانين، ويمكن جمهور النادي الاهلي سعيد، الجهاز الفني، لان الحقيقه هو واكرم قيمه كبيره جدا، قيمه فنيه مهمه جدا، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. يستطيع النادي الاهلي بمشيئه الله ان شاء الله الحفاظ على اللقب بالجهد والجديه الكبيره جدا. متواصلين ومستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، هنا من استاد برج العرب، وفوز كبير على النادي المصري بنتيجه 4-0.